نزلت معانا صور جميلة مميزة يعني عن الخندق وعن القلقيلة، فدي مناطق أثرية ومناطق يعني رفدت بأبطال السودان، فولد بها خليل عزة وأيضا تربى فيها البطل علي عبد اللطيف قائد اللواء الأبيض. نعم تريد تحدثنا نعم 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 بصورة يعني واسعة أستاذ باسل في بداية هذه الحلقة عن هذه المناطق الأثرية وقدر شنو هي مادة السودان بالفخامة والتاريخ والأصالة؟ طيب جزاك الله خير. وفي البدء صراحة الحديث عن السياحة وتاريخ وحضارة المنطقة تحتاج صراحة حلقات، يعني الواحد صحيح يقدر يتكلم عنها، لكن باختصار كده موضوع القلقيلة أو اسم القلقيلة. طبعا القلقيلة هي في منطقة في غادية الخندق. نعم. الخندق طبعا يا غرية أو بالأحرى هي مدينة لا تغل عن عرق وعادة المدن، يعني هي تقع في شمال السودان زي ما أنت فضلت على الضفة الغربية للنيل يعني. نعم. والخندق تبعد مسافة 425 كيلو عن الخرطوم. نعم. و 80 كيلو طبعا عن مدينة حضرة الولاية الشمالية دونغولا.